لا بس الجامعة هو واثق من نفسه خلاص. شوف في الدرجة انك شد حيلك بس ما انا والله سجلت في الشريعة اعطوني الجدول سجلت يوم اعطوني الجدول واركب اروح للبل ذاك وجه الضيف بس البل تعطيك اعطاني الجدول قال خذ كتبك وداوم مع اخوياك لحد الجاي جامعة ايه الشريعة كل الشريعة فيها حساب واروح للبل ذاك الايام في الدبدبة طيح على حي وي ربيع والله سجلت سجلت انه الاحد الى الحين والله ما ذكرت الا اليوم سالفه اليوم صحت اليوم والله لو قعدت بالايام انا اكمل دراسه واروح ادرس بس اخويا اللي سجلوا معي مدرسين واحد منهم يدرس الصبار الحين والثاني يدرس الحسن كم صار لك؟ كم صار لك؟ تسجل دبلوم خلصت دبلوم مو بطيء بس لا لو نقص يعني كم لك جامعه في الرياض خلصت دبلوم يا اخي كان والله ودي بجامعه كم في الرياض اخوي مكافاتك عندهم ها؟ ادرس جامعه يوم سجلت ما ابغى مكافاه ابغى اغدي مدرس طموحي كان مدرس والحين هون قلت اني ابغي حاول تعيش تجربه قلت شايب يا تو كرع حاول تعيش الجو الحين انا يوم تخرجت كان طموحي مدير تقريبا 1400 عقب غدا مدرس عقب غدا حارس 34 تخرجت من الثانوي 34 35 36 37